في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أوروبا، وفي ملعب توتنهام هوتسبير يلتقي فريقي أياكس وتوتنهام في مواجهة من العيار الثقيل، تنتهي بفوز أياكس بهدف نظيف عن طريق فان دي بيك. يا سلام يا سلام، جول فان دي بيك، شعل النار فان أمستردام. يا سلام يا سلام يا سلام، احلى كورة فريق في الماضي كان أسطورة. والليلة وفي اياب النصف النهائي يتوعد توتنهام اياكس، لكن خيبة امل كبيرة من جمهوره بعد تسجيل ماتيس دي ليخت الهدف الاول. ماتياس دي ليخت دل على ارضه، الطواحين تدور ذكره. وبعد نصف ساعة من اللعب سجل أسد الأطلس حكيم زياش. تاتيتش يتقدم إلى المنطقة تسديدة. يا الله يا الله يا الله، زياش يضرب موعدا مع العربي المصري صلاح في المباراة النهائية، ويسجل الهدف الثاني لمصلحة أصحاب الدار. يتقدم أياكس بالهدف الثاني ويواصل الظهور المميز. ينتهي الشوط الأول بانتصار أياكس 2-0، ويبدأ الشوط الثاني بانتفاضة توتنهام، حيث يسجل لوكاس مورا الهدف الأول. يتقدم البرازيلي، مورا مورا مورا، جوله على الشواطئ الكوباكابانا يضرب في والثاني. لازالت 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 البرازيلي مرة أخرى. أي روح تعود، أي فريق يبعث، أي توتنهام هذا. وبعد نصف ساعة من اللعب البارد وفي صمت جماهير الملعب، يسجل لوكاس مورا هدف الحسم التاريخي، ويؤهل توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، وفي حسرة من لاعبين أياكس على تضيع أهم لقب بالموسم. جنون 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 كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا جننتنا. مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. آه يا توتنهام، السبيرز إلى المباراة النهائية، توتنهام إلى المباراة.